مدرجات ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو كانت شبه شاغرة رغم عودة الشبيبة بتأشيرة المرور إلى دور المجموعات من كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، وعلاقة حميمية بين طاقمي تدريب الشبيبة والاتحاد. بداية الاتحاد كانت بهذه الكرة التي كادت تخادع حجاوي، ثم الرد جاء سريعا بهذه الرأسية التي لم تشكل الخطورة اللازمة على مروان عبدوني، ثم محاولة الشرقي تسديدة قوية لكنها فوق العارضة الأفقية. اتحاد الجزائر احتج كثيرا على هذه الكرة وعلى هذا اللمس باليد، وقرار الحكم كان بأن اللمس غير متعم. الشبيبة في حالة الهجوم عن طريق الشرقي ومروان عبدوني في المكان المناسب يصد هذه الكرة، ثم محاولة عن طريق حميد الشيخ لكن سقوط سيء حال دون تحقيقه المبتغى وهو تسجيل هدف، وكلفه ذلك إصابة عوضة من خلالها بدخول اللاعب أزناجي. مباشرة بعد دخول أزناجي كوليبالي يتمكن من افتتاح باب التسجيل لفائدة شبيبة القبائل في المرحلة الأولى بعد مرور 42 دقيقة. الشاب عناني حمزة من جانب اتحاد الجزائر كاد يعادل النتيجة بعد هذه الكرة وهذا العمل الجماعي والفردي المتميز من لاعبي فريق اتحاد الجزائر. شوط أول انتهى بفوز الفريق المحلي بهدف دون مقابل. مع بداية المرحلة الثانية ريال كاد يخادع الشبيبة والحارس حجاوي بهذه الرأسية، ثم استعادة الكرة عن طريق يحيى شريف من وسط الميدان واستلام هذه الكرة بطريقة جيدة من حميتي. يحيى شريف وجه لوجه تمكن من إمضاء الهدف الثاني بطريقة جميلة جدا لفائدة شبيبة القبائل. الهدف الثاني للشبيبة سجل بعد 10 دقائق من بداية المرحلة الثانية، وكاد الشرقي أن يضيف هدفا ثالثا لولا تألق وفطنة ويقظة مروان عبدوني. فريق اتحاد الجزائر وعن طريق أزناجي تمكن من تقليص الفارق بهذه الطريقة وهذه الكيفية بعد مرور 27 دقيقة من زمن المباراة في مرحلتها الثانية. أزناجي دخوله كبديل مكان الشيخ حميدي كان موفقا لأبعد الحدود. نفس اللاعب 4 دقائق فيما بعد يتمكن من إضافة هدف ثاني وهو هدف التعادل بعد خطأ كبير ومكلف من دفاع الشبيبة. أزناجي تمكن من معادلة النتيجة وتسجيل الهدف الشخصي الثاني له في هذه المباراة. الاتحاد كان من الممكن أن يعود بالزاد كاملا لولا تضيع هذه الفرصة وهذه الكرة الذهبية التي كانت الأخيرة في المباراة، هدفان لهدفين هي نتيجة المباراة.